الحصة الرابعة في هندسة أولى إعدادي الترم الأول، وهناخد فيها التطابق. التطابق هنقسمه على 3 حصص. حصة النهاردة هنعرف فيها بس معنى التطابق، بعد كده هناخد تطابق المثلثين، وده هنقسمها على حصتين، إن هما 4 حالات. هناخد الحالة الأولى والتانية في حصة، والحالة التالتة والرابعة في حصة. حصة النهاردة هنعرف بس معنى التطابق، وهناخد فيها تطابق قطعتين مستقيمتين، وتطابق زاويتين، وتطابق مضلعين. رمز التطابق زي اللي يساوي بس زيادة شرط، 3 شرطات تحت بعض، ده رمز التطابق. تعال نفهم معنى التطابق ونرجع نبدأ في الحصة. التطابق يعني حاجتين يساووا بعض بالظبط، زي الإخوات التوأم، شبه بعض وجد بعض، أو زي ديك الاتنين، لو حطيتهم فوق بعض هيطابقوا بعض، يعني يبقى مجد بعض بالظبط، مفيش صباع أكبر من التاني، أو زي النجمتين دول، لو حطيناهم فوق بعض هيطابقوا بعض بالظبط. احنا عندنا 3 حاجات، في تطابق قطعتين وزاويتين ومضلعين. نبدأ بالقطعتين. امتى نقول على القطعتين المستقيمتين دول انهم متطابقين؟ لما يكونوا متساويين في الطول. لو كانت القطعة الاولى مثلا 10 سنتي والقطعة التانية 10 سنتي، فنقول على القطعتين دول متطابقين، يعني لو حطيناهم فوق بعض هيبقى جد بعض بالظبط. تاني حاجة تطابق زاويتين. امتى نقول على الزاويتين متطابقين؟ برضو لما يكونوا متساويين، بس متساويين في القياس. لو الأولى قياسها 20 والتانية قياسها 20، يبقى نقول على الزاويتين متطابقتين، لو حطيناهم فوق بعض هيبقى مجد بعض بالظبط. وآخر حاجة هناخدها تطابق مضلعين. المضلع زي المثلث، زي الشكل الرباعي اللي هو فيه 4 أضلاع، زي الشكل الخماسي وهكذا. عشان نقول المثلثين دول متطابقين لازم يتحقق شرطين، لازم أضلاع المثلث الأول تساوي أضلاع المثلث الثاني، وزوايا المثلث الأول تساوي زوايا المثلث الثاني، يعني لازم يتحقق الشرطين مع بعض. كده نقدر نقول على المثلثين متطابقين، يعني لو حطيناهم فوق بعض هيساووا بعض بالظبط. ممكن يجيب لك مثلثين واحد معدول واحد مقلوب، برضو لو حطيناهم فوق بعض ولفينا واحد فيهم هيطابق التاني بالظبط. يبقى ده معنى كلمة تطابق، شكلين متطابقين يعني شكلين متساويين بالظبط. نقول الكلام ده بالتفصيل. أول حاجة تطابق قطعتان مستقيمتان. لو عندي قطعة زي أ ب وقطعة زي ج د، إمتى أقول عليهم متطابقين؟ لما يكونوا متساويين في الطول، يعني لو القطعة الأولى 7 سنتي والقطعة التانية 7 سنتي، بقول على القطعتين دول متطابقتين. فاديني أكمل. تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا نقط، أقول له إذا كانتا متساويتان في الطول، لو كان طولهم جد بعض. إذا كان أ ب يساوي ج د، يعني طول أ ب يساوي طول ج د، فإن القطعة المستقيمة أ ب تطابق القطعة المستقيمة ج د. طب افرض كان مديني طول القطعتين على بعض 10 سنتي وعايز كل واحدة فيهم، يبقى تقسم 10 على 2، دي هتبقى 5 ودي 5. لو مديني طولهم هما الاتنين 8 سنتي، يبقى تقسم 8 على 2 ان هما متطابقين، يبقى دي 4 ودي 4. ناخد عليها 3 مسائل اكمل. السؤال الاول بيقول لي اذا كانت القطعة المستقيمة أ ب تطابق القطعة المستقيمة س ص، تطابقها يعني متساويين في الطول، وكان طول أ ب 7 سنتي، عايزين طول س ص برضه هيبقى 7 عشان هما متطابقين. إذا كانت القطعة أ ب تطابق القطعة س ص، وأ ب زائد س ص هما الاتنين مع بعض 6 سنتي، عايز أ ب لوحديها، هما الاتنين 6 وهما متطابقين يعني متساويين، يبقى الواحدة بس ب3، هنقسم 6 على 2 فيها ال3. إذا كانت القطعة س ص تطابق القطعة ج د، يعني هما الاتنين جد بعض، فإن س ص ناقص ج د يساوي نقط، لما نطرحهم من بعض هيساوي كام؟ طب افرض ان القطعة الاولى كانت 5 سنتي، التانية برضو 5 سنتي، لما نيجي نطرحهم من بعض هيديني 0، اي عددين متساويين تطرحهم من بعض يديك 0. كده خلصنا تطابق القطعتين. نعرف فيها معلومة واحدة بس، تتطابق القطعتان اذا كانتا متساويتان في الطول. تاني حاجة تطابق زاويتين. امتى نقول على الزاويتين متطابقين؟ برضو لما يكونوا متساويين، بس مش هنقول متساويين في الطول، هنقول متساويتين في القياس. الزاوية ليها قياس ملهاش طول. لو كانت قياس زاوية س تساوي قياس زاوية ص، فأقول على الزاويتين دول متطابقتين، يعني لو مديك زاوية س 30 وزاوية ص 30، يبقى الزاويتين متطابقتين. تجيك أكمل، يقول لك تتطابق الزاويتان إذا كانتا نقط، أقول له إذا كانتا متساويتان بس مش في الطول، أقول له في القياس. القطعة نقول عليها في الطول، أما الزاوية نقول عليها في القياس. إذا كان قياس زاوية س ق دي يعني قياس، والتمانية الصغيرة دي رمز الزاوية، قياس زاوية س تساوي قياس زاوية ص، فإن نقط، أقول له فإن زاوية س تطابق زاوية ص، طالما متساويين في القياس يبقى متطابقتين.
ناخد عليها 4 مسائل صغيرين. إذا كانت زاوية أ تطابق زاوية ب، تطابقها يعني تساويها، قياس أ 80 فإن قياس ب نقط برضه ب80. إذا كان زاوية س تطابق زاوية ص، متطابقين يعني متساويين، وقياس س زائد قياس ص 50، عايز قياس س لوحديها. طب هما الاتنين 50 وهما الاتنين متساويين، يبقى هقسم 50 على الاتنين فيها 25، كل واحدة فيهم هتبقى 25. السؤال التالت، إذا كانت زاوية أ تطابق زاوية ب، وزاوية أ تتمم زاوية ب، أ تتمم ب يعني هما الاتنين مجموعهم 90 درجة، عايز قياس أ لوحديها. أ تطابق ب يعني هما الاتنين متساويين، أ تتمم ب يعني هما الاتنين مجموعهم 90 درجة، عايز واحدة بس، يبقى هقسم 90 على الاتنين فيها 45. تاني زيها، بيقول لي إذا كانت زاوية س تطابق زاوية ص، زاوية س تكمل زاوية ص، تكملها يعني س زائد ص الاتنين مع بعض ب180 درجة، عايز س لوحديها. طب هما الاتنين متساويين ومجموعهم 180، يبقى هقسم 180 على الاتنين فيها 90 درجة. يبقى دي تاني حاجة، تطابق زاويتين هحتاج فيها معلومة واحدة، يتطابق الزاويتان إذا كانتا متساويان في القياس. بقي لنا تطابق مضلعين، ناخدها بعد ما تحل المثال. آخر حاجة معانا تطابق المضلعين. المضلعين يعني أي شكل فيه شوية أضلاع، زي المثلث فيه 3 أضلاع فبنقول عليه مضلع، أو شكل ثلاثي زي المربع، المربع فيه 4 أضلاع فبنقول عليه شكل رباعي زي الشكل ده، في ضلع 2 3 4 5 فبنقول عليه شكل خماسي، وهكذا. امتى نقول عن المثلثين متطابقين؟ احنا عارفين المثلث فيه 3 أضلاع وفيه كمان 3 زوايا، يبقى المثلث فيه 6 عناصر، 3 أضلاع و3 زوايا، فدول 6 عناصر. قال لي المثلثين دول هيبقى متطابقين لما يبقى فيه شرطين متحججين، ولازم الشرطين يتحججوا مع بعض، لازم الأضلاع في المثلث الأول تساوي الأضلاع في المثلث الثاني، والزوايا في المثلث الأول تساوي الزوايا في المثلث الثاني. التلات أضلاع هنا لازم يساوي التلات أضلاع هنا، والتلات زوايا هنا لازم يساوي التلات زوايا هنا، كذلك في الشكل الرباعي أو في أي مضلع عموما. عشان نقول على الشكل الرباعي ده متطابقين، لازم الـ4 أضلاع في الشكل الأول يساوي الـ4 أضلاع في الشكل الثاني، ولازم الـ4 زوايا في الشكل الأول يساوي الـ4 زوايا في الشكل الثاني. يبقى عشان يتطابق المضلعين لازم شرطين يتحججوا، الأضلاع المتناظرة تكون متساوية، متساوية في الطول، الضلع نقول عليه في الطول، والزوايا المتناظرة تكون متساوية في القياس. الأضلاع متساوية في الطول والزوايا متساوية في القياس. طب تعال نشوف المثلثين دول ونشوف الـ6 عناصر اللي قلنا عليهم. نبدأ بالزوايا، احنا عندنا زاوية ألف هنا عامل لك عليها نقطة، وزاوية سين هنا عامل لك عليها نقطة، يعني متساويين. يبقى أول عنصر قياس زاوية ألف ساوت قياس زاوية سين، أدي كده زاوية. زاوية ب هنا عليها إكس، زاوية ص هنا عليها إكس، معناها إن هما متساويين، وهو هيعمل لك العلامات دي أو هيكتبها لك في المعطيات. يبقى تاني زاوية قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية ص. قياس زاوية ج هنا عليها قوس، قياس زاوية عين عليها قوس، يعني متساويين، قياس زاوية ج هتساوي قياس زاوية عين. كده جبنا 3 زوايا، فاضل 3 أضلاع تعرفهم من العلامات اللي مديها لك في المسألة. أ ب عليه شرط، س ص عليه شرط، يعني الضلعين دول متساويين، فتكتب له أ ب يساوي س ص، أدي أول ضلع. ب ج عليه 3 شرطات، وأخوه هناك ص ع برضه عليه 3 شرطات، تعرف إن هما متساويين. أما نمشي على حسب العلامات، ب ج يساوي ص ع، أدي كده ضلع كمان، ناقص ضلع. أ ج عليه شرطتين، وسين عين برضو عليه شرطتين، تعرف ان هما متساويين، بألف جيم يساوي سين عين، كده ضلع. كده جبنا كام عنصر؟ 6 عناصر، 3 زوايا و3 أضلاع. يبقى اذا المثلثين دول متطابقين، لازم الاضلاع كلها تكون متساوية والزوايا كلها تكون متساوية. نفس النظام في الشكل الرباعي، لازم الـ4 زوايا هنا تساوي الـ4 زوايا هنا، والـ4 أضلاع يساوي الـ4 أضلاع. اعرفهم منين؟ من العلامات، زاوية د تساوي زاوية لام عليها نقطة ونقطة، أدي زاوية. زاوية أ تساوي زاوية س، أدي 2. زاوية ب عليها نجمة تساوي زاوية ص، أدي 3. زاوية ج تساوي زاوية عين، أدي 4. كده الـ4 زوايا تساوي. خش في الأضلاع، الضلع أ د عليه شرط، شوف أخوه هناك س لام برضو عليه شرط، أدي ضلع. أ ب عليه شرطتين،
يساوي س ص عليه شرطتين، كده تاني ضلع. ب ج عليه 3 وصاد ع عليه 3، يبقى كده تالت ضلع. اخر ضلع د ج عليه 4 شرطات ولام ع برضو عليها 4 شرطات، يبقى الزوايا اللي في الشكل الاول سوت الزوايا اللي في الشكل التاني، والاضلاع سوت الاضلاع، يبقى المضلعين برضو متطابقين. تعال ناخد على الكلام ده 3 مسائل. السؤال الاول بيقول لي اذا كان المثلث ا ب ج يطابق المثلث س ص ع، اكمل ا ب يساوي نقط. المثال ده عشان تحله ليه حلين، ممكن نرسم اي مثلثين، يعني ادي مثلث اول وهنسميه الف ب ج، المثلث الثاني هنسميه س ص ع، ونحل على اساس المثلثين دول. وبيقول لي الف ب يساوي نقط، ادي الف ب هيساوي هناك س ص، اقول له س ص. ب ج ادي ب ج هيساوي هناك ص ع. الف ج الف ج هنا هيساوي س ع. قياس زاوية ألف، ألف هنا فوق هتساوي أخت هناك س. قياس زاوية ب، زاوية ب على اليمين ناخد أخت هناك ص. زاوية عين، زاوية عين هنا هتساوي زاوية ج. أو في طريقة أفضل من غير رسم خالص، أول حاجة هو بيقول لك ألف ب، ألف ب اللي هو الحرف الأول والتاني، هتاخد اللي قصاده من الحرف الأول والتاني اللي هما س ص، يبقى ألف ب يساوي س ص من غير رسم. ب ج، ب ج اللي هو الحرف التاني والتالت، يبقى تاخد ص ع اللي هي ص ع. تالت سؤال ألف ج، ألف ج يعني الحرف الأول والأخير، يبقى تاخد هناك الحرف الأول والأخير س ع، فألف ج هتساوي س ع. طب الزوايا، قياس زاوية ألف، ألف الحرف الأول، يبقى تاخد هناك الحرف الأول، يبقى قياس زاوية س. طب قياس زاوية ب، زاوية ب اللي في النص، يبقى ياخد هنا قياس زاوية ص. قياس زاوية عين، عين الحرف الأخير، يبقى ياخد هنا قياس زاوية ج، ولازم تعمل له رمز الزاوية تكتب له قياس زاوية، يا إما ترسمها يا إما تعملها بالطريقة دي. السؤال التاني بيقول لي في الشكل المقابل ص د هو محور تماثل الشكل، ص د اللي هو في النص ده محور تماثل الشكل. محور التماثل هناخده في آخر حصة. محور التماثل الشكل يقسم الشكل إلى شكلين متطابقين. محور التماثل يقسم الشكل إلى شكلين متطابقين، يعني لو جبنا أي شكل ورسمنا محور تماثل هتلاقيه قسمه لنصين متساويين بالظبط، النص اللي على اليمين زي النص اللي على الشمال بالظبط. فهو بيقول لك إن ص د محور تماثل الشكل، تعرف إنه قسمه إلى شكلين متطابقين، في شكل هنا على اليمين وفي شكل الناحية التانية، تعرف إن اللي هنا جد اللي هنا بالظبط. بيقول لي أكمل، المضلع أ ب ج د ص يطابق المضلع نقط. أ ب ج د ص، أدي أ ب ج د ص. عايزين نقرا الشكل التاني بس نقراه بنفس النظام. هو بدأ بأ ب ج، أ قصادها هناك س وب قصادها هناك واو، يبقى نبدأ كده س واو ه د ص. هو بدأ بأ، أدي أ قصادها هناك س بكتب س، بعد كده ب، ب تناظرها هناك واو، بعد كده ج، ج تناظرها هناك ه، بعد كده د، د دي مشتركة فنكتبها، بعد كده ص وص برضو مشتركة فنكتبها، فتتجرى س واو ه د ص. النقطة التانية بيقول لي د ه تساوي نقط، تساوي نقط سنتي. د ه اللي هو الضلع اللي على الأرض ده يساوي نقط، يعني عايزين أقول هناك هيساوي د ج. كام سنتي د ج؟ 7 سنتي، يبقى ده هي برضو 7 سنتي. ب ج يساوي نقط، ب ج ادي ب ج هيساوي واو ه الناحية التانية، واو ه، واو ه 4 سنتي، يبقى هو برضو 4 سنتي. أ ب يساوي نقط سنتي، أ ب أخوه هناك س واو، بقول له س واو، س واو 5 سنتي، يبقى هو كمان 5 سنتي. قياس زاوية ه تساوي نقط، قياس زاوية ه هنا هتساوي قياس زاوية ج، وزاوية ج عامل لي رمز الزاوية القائمة، وعشان أتأكد لازم تقرأ المسألة وكاتب لك كلمة عمودي، عمودي يعني زاوية قائمة، يبقى أقول له قياس ه هتساوي زاوية ج هتساوي 90 درجة. طيب زاوية س واو ه، س واو ه، س واو ه أختها هناك أ ب ج، س قصادها أ وواو قصادها ب وه قصادها ج، يبقى أقول له قياس زاوية أ ب ج، أ ب ج ب 120، يبقى س واو ه برضه ب 120. الضلع المشترك هو نقط، في ضلع مشترك في الشكل اللي هو ص د اللي هو كان محور التماثل في الأول،
ضلع مشترك يعني موجود في الشكل الأول وموجود في الشكل التاني، فالضلع المشترك اللي هو ص د. آخر مطلوب عايز زاوية ص د ه، ادي ص د ه، امشي مع الزاوية ص د ه، يعني عايز زاوية د اللي هنا. طب اعرفها منين؟ هي د اللي هنا تساوي د اللي جنبها، انا ما عنديش دي ولا دي، بس انا عارف ان ده خط مستقيم والزاوية المستقيمة 180 درجة وهما الاتنين متساويين، يبقى هقسم 180 على الاتنين، هتبقى دي 90 ودي 90، عشان احنا قلنا ان الشكلين متطابقين، يعني الزاوية اللي هنا تساوي الزاوية اللي هنا وهي كلها خط مستقيم. طب مش عرفت انها زاوية مستقيمة؟ قال لك د تنتمي ج ه خط مستقيم او قطعة مستقيمة، ج ه قطعة مستقيمة كلها 180، هتقسمها على الاتنين يبقى فيها 90. اخر مثال، مديني مثلثين متطابقين، كاتب لي اذا كان المثلث ا ب ج يطابق المثلث ه ج د. مديك زاوية ا 80 و ا ب 5 سنتي و ب ج 6 سنتي وزاوية ج 40 والضلع ه د ب 4 سنتي. بيقول لي اكمل ج د يساوي نقط، ادي ج د اللي هو على السطر، اخوه هناك هيبقى ج ب. عايز تتاكد ج د، ادي ج د تاني حرفين هتاخد معاها ب ج من غير ما تبص للشكل خالص. ج ب ب 6 سنتي، يبقى ج د برضه اخوه 6 سنتي. تاني ضلع عايز ه ج، ادي ه ج الضلع اللي على اليمين، يبقى اخوه هناك أ ب. عايز تتأكد ه ج أول حرفين، خد أول حرفين هنا اللي هو أ ب، أ ب مديها لك 5 سنتي، يبقى برضه ه ج 5 سنتي. تالت ضلع أ ج، أ ج اللي هو الضلع اللي على الشمال، أخوه هناك ه د. تأكد من هنا أ ج الأول والأخير، يبقى تاخد ه د، ه د، ه د مديها لنا 4 سنتي، يبقى أ ج برضه 4 سنتي. قياس زاوية ه تساوي قياس زاوية نقط تساوي نقط درجة، ه فوق أخت ألف، ألف 80، يبقى ه برضه ب 80، ه الحرف الأول يبقى ناخد الحرف الأول، أخت ألف يبقى ب 80 درجة. قياس زاوية ب يساوي قياس نقط، قياس ب على اليمين يبقى تاخد قياس ج، قياس ب هنا في النص تاخد ج اللي في النص، بقول له بتساوي قياس زاوية ج، ج مديها لنا ب 40. اخر حاجة عايز قياس زاوية د، زاوية د عايزها كام درجة؟ نعرفها منين؟ هنعرفها من مجموع زوايا المثلث اللي خدناها في ابتدائي. لو مش فاكر كنا بنقول مجموع زوايا المثلث الداخلة اللي هما زاوية ألف وزاوية ب وزاوية ج، التلات زوايا دول لو جمعناهم هيطلعوا 180 درجة شبه الزاوية المستقيمة. يعني لو مديك زاوية ألف 70 ومديك زاوية ب 50 وطالب منك زاوية ج، هتجمع الزاويتين دول وتطرحهم من 180. نفس النظام هنا، جبنا ه ب 80 وعندنا ج ب 40، عايزين الزاوية التالتة فهجمعهم وطرحهم من 180. 80 و40 يبقى 120، 120 نطرحها من 180 يبقى باقي 60، يبقى زاوية د 60 درجة. يبقى خدنا النهاردة 3 حاجات، تطابق قطعتين وتطابق زاويتين وتطابق مضلعين. تتطابق القطعتان لو كانوا متساويين في الطول، لو القطعة الأولى 3 سنتي والتانية 3 سنتي فأقول على القطعتين دول متطابقتين. تتطابق الزاويتين لو كانوا متساويين بس في القياس، لو الزاوية الأولى 50 درجة والزاوية التانية 50 درجة نقول عليهم متطابقين. الزاويتين نقول متساويين في القياس، أما القطعتين نقول متساويتين في الطول. تطابق مضلعين لازم يحقق شرطين، لازم الأضلاع في المضلع الأول تساوي الأضلاع في المضلع الثاني، ولازم الزوايا في المضلع الأول تساوي الزوايا اللي في المضلع الثاني. بالنسبة للمثلثين هنلاقي فيهم 6 عناصر، 3 أضلاع وتلات زوايا، يبقى لازم ال6 عناصر دول يكونوا متساويين. أعرفهم منين؟ من العلامات اللي بيبقى بديها لك، هنا مديك نقطة وهنا نقطة يبقى يساوي بعض، هنا إكس وهنا إكس يساوي بعض. أول ما ألاقي ال6 عناصر دول موجودين يبقى المثلثين دول متطابقين. الحصص الجاية هيسهلها علينا شوية، بدل ال6 عناصر هياخد 3 عناصر منهم بس، 3 شروط، يعني هياخد ال3 زوايا ولا هياخد ال3 أضلاع ولا ممكن ياخد ضلعين وزاوية، ده اللي هنعرفه الحصة الجاية إن شاء الله. في الحصة الجاية هناخد تطابق المثلثين. تطابق المثلثين دول 4 حالات، هناخد الحالة الأولى والحالة التانية في حصة، والحصة اللي بعدها هناخد الحالة التالتة والرابعة. وزي ما قلنا بدل ما هنطابق ال6 عناصر، لأ احنا هنطابق 3 عناصر بس أو 3 شروط بس. نشوفكم هناك إن شاء الله.